ايش راح يصير الجسم الانسان ورا الموت، وبعباره اخرى ايش يصير ورا ما تحرك الستاركس من الطب العدلي، وين نروح بالضبط؟ الوادي السلام؟ اي الوادي السلام، بس ايش راح يصير بالضبط؟ بالعادة أهلك راح يسلموك العلي العمية ويروحون يأكلون كباب كما هو المتعارف عندكم. أنت كميت ممكن تنزعج، هذول أهلي ليش يأكلون وأنا ميت؟ الجواب هنا لا، هم ما تخلوا عنك ولا نسوك، بس يريدون يسوون. هاي الحياة، نفس ما أنا هسه دا أكل شيبس وسولف عن الموت، أهلك همني راح يروحون يأكلون كباب، وهاي بيها مدلولات عظيمة على أنه الكباب إلى دلالة فلسفية عميقة. هسا انا عفتهم ياكلون وانا بديت اكل، بس ارد اسولف لك شي يصير ورا الموت. من راس القوري قلبك يوقف، واي نشاط كهربائي ماكو بدماغك، هاي انت ميت. من يوقف القلب وتوقف الكهرباء بدماغك راح تسترخي عضلاتك، واذا كنت ماكل لفه همبرجر دبل وشارب بيبسي ماكينه، فخلي ببالك انه كل شي راح يطلع من جسمك، وكل الغازات اللي عندك هم تطلع الواهس، وراح تسبب رائحه ما نسولف بيها احسن. مو بس الفضلات تطلع، اي سوائل بجسمك هم تسوي تسجيل خروج وتطلع منه، واكو سوالف تخص الرجال تصير باثناء الموت، يعني عادي ممكن يصير عندنا انتصاب وقذف واحنا ميتين. اما النساء اذا كانن حوامل فيصير عندهن ولاده يسميها العلم ولاده القبور. اي نعم عزيزاتي الحوامل، الغازات اللي بالبطن تدفع الطفل برا ويجي المحروس او المحروسه من خلال جثه. بلحظة ما يتخلص الجسم من أي شيء بداخله ممكن تطلع أصوات من حلوقنا أشبه بصوت خروج كمية من الهواء، هيك يعني وكل شهواية ممرضين وممرضات يشتغلون على جثث الميتة وثقوا صوت حسرة أو تنهيد الجثة، أو يسمعون ونين من الجثة يطلع هيك شلون يعني هاي سوالف عرفناها. أكو شيء جديد؟ أيوان، الجثة ممكن تنتفض، بس هذا مو معناه بيها حياة، هيك مجرد تقلصات عضلية يصير بيها. زين شكو بعد؟ اكو اشياء ظريفة كلش تصير للجثة ورا ما نفارق الحياة. عندك مثلا من توقف الدورة الدموية وبعد ما يمشي الدم بداخلك راح تبدي تفقد حرارتك، وتصير عندك حالة اسمها قشعريرة الموت، وراح تستمر حرارتك بالانخفاض الى ان درجة حرارة جسمك تتساوى ويا درجة حرارة محيطك. ورا 6 ساعات راح تتيبس حرفيا، لان الكالسيوم يبدي يدخل للخلايا العصبية حسين ايش فيك؟ من تصور؟ على روحك. شنو اصور على روحي غير الناس ومنتظرينه ويوتيوب والله. روح روح. روح يا معود. ورا 6 ساعات راح تتيبس حرفيا، تتصلب، لان الكالسيوم يبدي يدخل للخلايا العصبية، والكالسيوم عنصر صلب كلش. موجود بأجسامنا وما يتصلب من احنا عايشين، لأن يتواجد ضمن عملية الأيض الخلوي اللي تخليه مايع، بس من يوقف الأيض يلعب بينا طوبة. طبعا يبين على الجثة ان الشعر مالتها طول والأظافر هم طولت، بس هاي خدعة يا جماعة. اللي يصير هو انه الجلد يرتخي بحيث ينطي انطباع للي يشوف الجثة انه الشعر والأظافر طولا. ورا 6 ساعات يا عزيز الجثة احنا اتفقنا انت ميت، هسه تجينا مرحلة التعفن، من تبدي الجراثيم والكائنات الدقيقة تفتح مجمعات سكنية بجسمنا وتبلش بينا وتأسس حياة جديدة. عزيزي الجثة بهاي المرحلة راح تطلع ريحة مخيفة كلش، مستحيل تقدر تتصورها، ريحة بإمكانها تسطرك ويغمى عليك إذا شميتها، بس أنت ميت ما راح تقدر تشمها، وهاي من فوائد كونك ميت بساعتها. وليش مكيف إن الناس ميت؟ يا أخي هو الناس حتموت بالأخير، يعني شو تسوي؟ وهاي شو وقت؟ ورا 12 ساعة من مغادرتك لهذا العالم، وبعدين تبدي رحلة التفسخ. كل الدراسات اللي طلعت على تفسخ الإنسان أظهرت أن الجثة تحتاج بين 8 إلى 12 سنة يلا تصير هيكل عظمي، وورا 50 سنة يلا حتى العظام تصير تراب. ها هي خلصت السالفة عزيزي الجثة، هاي رحلة ما بعد الموت. خلي نرجع حسة للاتجاه الثاني اللي يسأل ماذا يحدث للإنسان، مو الجسم الإنسان، بعد الموت، أو إيش راح يصير للذات الإنسانية اللي هي أنت، مو ايدك ولا رجلك ولا بقية اعضائك، لا انت، ايش راح يصير بيك بعد الموت؟ بصراحة ما اعرف منين ابدي، لان ما ميت قبل، بس راح اسولف عن اراء الناس اللي معظمها يؤمن انه اكو حياة بعد الموت. سنة 2014 صحيفة التلغراف سوت استطلاع رأي على مواطنين بانجلترا، 59% من عندهم وهاي نسبة عالية قالوا انه اكو استمرارية للعيش ورا الموت. بامريكا اللي هي دولة مسيحية كلش والغرب اكثر مسيحي ومتدين، صارت ابحاث سنة 2015 سألوا بها الناس
شنو اللي يصير ورا الموت؟ لقيت الدراسة انه 72% من الامريكان عندهم ايمان انه احنا راح نروح للجنة، ويوصفون الجنة بانه هي مكان يتكافئ به الناس اللي عاشوا عيشة صالحة. بدراسة ثانية هم بامريكا 54% من اللي صارت عليهم الدراسة قالوا احنا نؤمن بوجود النار، ووصفوها هي المكان اللي يتعاقب به الاشخاص السيئين بهاي الحياة. هسه وبدون ان نسوي اي دراسة بالعراق، اتوقع اذا سألنا 100,000 شخص سؤال اكو حياة بعد الموت؟ 95,000 واحد راح يقول ايه اكو جنة ونار وحساب، وهذا الجواب عادي يعني يقول اي مجتمع ديني. بس انا اردعو في المجتمعات الدينية وانتقل الى الاجوبة الفلسفية. هذا الموضوع بي جانب فلسفي اريد اخذه، اريد اعرف ايش قالوا الفلاسفة عن هذا الموضوع. من اكثر القصص ظرافة بتاريخ الفلاسفة قصة فيلسوف ايرلندي اسمه جورج بيركلي، مؤسس منهج اللامادية. هذا كان يريد يفتهم شي يصير للانسان اثناء الموت. اسمع حسين ايش سوى. جاب حبل وربطه على رقبته وقال لصاحبه لما تشوفني مختنق رأسا اقطعه. تمام، جاب الحبل وربطه على رقبته، اختنق اشر لصاحبه، اجى صاحبه قطعه. خبل. فقال له صاحبه، قال له ها شفت؟ قال له انا اعتذر يا صديقي، الشنق يذهب التنفس. هذا اقصى شيء شافه. صاحبنا ما اكتشف شيء. عندك الفيلسوف الفرنسي ريني ديكارت مبتكر المنهج الشكوكي وصاحب جملة أنا أفكر إذن أنا موجود، يؤمن أنه الروح منفصلة عن الجسد، يعني إيمانه مثل إيمان الأديان بالضبط. بس فريدريك نيتشه عنده فكرة أغرب أو مفهوم أجدد اسمه العود الأبدي أو الرجوع الأبدي. شنو معناه؟ يقول نيتشه أنه كل الوجود أو الطاقة الموجودة بالكون كانت موجودة من زمان، من أول لحظة لنشوء الكون، وبعدها تتكرر وراح تظل تتكرر لغاية ما لا نهاية، بس بأشكال وأجساد مختلفة. بس أكو فلسفة أقدم بهواية من فلسفة نيتشه، وهي فلسفة عجلة السامسارة اللي يقول بها بوذا إنه كل الأرواح كل أنواع الحياة تظهر مرة ثانية للحياة، بس مو بنفس الحياة الأصلية كانت بيها. البوذيين عندهم إيمان إنه إحنا إذا وصلنا لمرحلة التنور وحققنا السكينة الروحية راح نتخلص من كل الدورات الفاسدة اللي نعيش بيها ونحقق السعادة الأعظم اللي هي الخلود الروحي. ما أريد أدوخكم ولا أدوخ حسين بعد. هذا ملخص علمي وفلسفي عن فكرة الحياة بعد الموت. يعني أكو أكثر من 3000 ديانة على الأرض، وكل ديانة عندها فلسفتها الخاصة عن الموت والحياة بعد الموت. مستحيل نقدر نحصيها كلها ونقرأ عنها. بالحلقة الجاية راح أحاول أسوي تجميعة لكل النظريات اللي تسولف عن الحياة بعد الموت، نسولف بيها ونشوف إيش بيها ما بيها. وظلت يمكم العافية. ها شنو بعدني ميت.